السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجال المغناطيسي لملف لولبي. ننصر برادة الحديد على اللوح الزجاجي، ثم نمر التيار الكهربي في الملف اللولبي. ماذا تلاحظ لشكل البرادة؟ ستلاحظ أن البرادة تنتظم على هيئة خطوط متوازية مع المحور، وتخرج من القطب الشمالي وتتجه القطب الجنوبي، وهي خطوط مجال وهمية، ولكن استدلينا عليها بترتيب وتنظيم خطوط البرادة الحديد. وكأن هذه اللفات تشبه تماما كل لفة منها تلف ملف الدائري.